المشاكل والضغوط التي نعانيها جميعاً قد تجعل جسدنا يعاني دون أن نشعر، وقد يرسل لنا العديد من الإشارات دون أن نفهمها أو نعيها. الآن سنساعدك على أن تفهم جسدك وروحك أكثر وتتعلم مما تعنيه تلك الإشارات. تغير الشهية: إذا ما شعرت برغبة في تناول الطعام بشكل على غير المعتاد أو بعدم رغبة في تناول الطعام بشكل دائم، فاعلم أن هذه إشارة واضحة تقول بأنك تعاني من أحد المشاكل الذهنية أو البدنية. وقد أوضحت ديبورا أوفينزي، وهي طبيبة نفسية، أن هناك الكثير من الناس يفقدون شهيتهم إلى الطعام إذا ما كانوا يعانون من بعض ضغوط الحياة، كما أن هناك من يكون الأمر معهم بالعكس، أي أنهم يعانون من شهية كبيرة لتناول الطعام. إنها الهرمونات، حيث أن بعض الهرمونات الخاصة بالضغوط تؤثر على الجهاز الهضمي، مما يعمل على تقليل الشهية، وحينما يصبح الضغط مستمراً تصبح تلك الهرمونات أقوى، مما يجعلها تؤثر على شهيتنا لمدة طويلة. ضعف الذاكرة: أحد الطرق الأخرى التي يؤثر بها الضغط على حياتك اليومية هي أن يعمل على إصابة العناصر الكيميائية بالمخ والخاصة بالحفاظ على جسدك وعقلك في حالة تناسق وتناغم مستمر. فإذا ما قمت يوماً بالبحث عن النظارة الخاصة بك في حين أنك كنت ترتديها، أو كان منزلك أو سيارتك تبدو غير مرتبة بشكل مقزز، فهذا يعني أنك تعاني من مشكلة ما. لابد من ترتيب منزلك أو مكتبك والتأكد من وجود المساحة الكافية لكل شيء حتى يكون في مكانه الطبيعي. ففوضوية الأشياء من حولك قد تتسبب في انتقال تلك الفوضى إلى داخلك، وكي تعيد النظام إلى حياتك وتزيل تلك السحابة الذهنية، قم بعمل قوائم تذكير وتدوين كل تلك الأشياء التي تريد فعلها يومياً. جفاف الحلق: بالرغم من أن حدوث هذا الأمر يعد علامة واضحة لتعرض الشخص لضغط كبير، إلا أنه يحدث بطريقة عشوائية. ومع هذا فإن له تفسيراً منطقياً، حيث أنه عندما يكون الشخص متوتراً أو مضطرباً فإنه يميل إلى التنفس بشكل أكبر عن طريق الفم وليس الأنف، وفي نفس الوقت يقوم الجسم بتوجيه السوائل بداخله إلى تلك المناطق التي تكون في حاجة ماسة أكثر من الفم، وهذا ما يجعلك تشعر بجفاف في الحلق. طنين الأذن: سماع الطنين في الأذن من أبرز العلامات على الشعور بالضغط، فبعض الناس تعيش معه لأعوام في حين أن البعض الآخر يخشى أن يصاب به ولو لمرة واحدة. كما نرى فإن المخ البشري يقوم بتصنيف كل شيء من خلال المصفاة العاطفية، وبالتالي يقرر ما مدى التهديد الذي يمثله هذا الشيء عليك. فلو قرر المخ بأن الطنين يمثل خطورة، فإن هذا يؤدي إلى تسريع ضربات القلب وقصر التنفس، وبالتالي حدوث الأرق. وبالطبع فإن هذا كله يجعل من الصعب عليك الشعور بالراحة والهدوء أو عمل أي شيء آخر. البرد أو التعرق في الأطراف: لا يبدو الأمر غريباً إذا ما شعرت ببرودة في القدمين وتعرق في اليدين في يوم لديك فيه موعد مع شريك حياتك في المستقبل، ولكن إذا ما عانى أحدكم من حدوث هذا الأمر خلال يوم عادي دون وجود سبب واضح، فإن هذا يعتبر كافياً للقيام بفحص صحي لمعرفة السبب. فالضغط يجعل القلب ينبض بشكل أسرع من الطبيعي، وهو ما يجعل الدم يسري داخل الشرايين بشكل أكبر، وهو ما يسبب تمدداً لبعض الأوعية الدموية وانكماشاً للبعض الآخر، كما أن حركة الدورة الدموية داخل الجسم بهذا الشكل تصيب الأطراف بالتعرق. الشد العضلي: إذا ما شعرت بألم في عضلات جسدك ولم تجد تفسيراً أو مبرراً لهذا، فاعلم أن الضغط هو ما تسبب في هذا، حيث أن الضغط من الأمور التي قد تسبب لك ألماً شديداً في العضلات، مما يؤثر في مقدرتك على النوم بشكل مريح وطبيعي. فبعض الناس يمكنهم التعايش مع هذا الأمر، ولكن البعض الآخر يمثل لهم هذا الأمر مشكلة حقيقية بحيث لا يستطيعون احتماله. وهذه الأعراض تأتي في صورة موجات تكون قوية في بعض الأيام وقد تختفي في أيام أخرى، حيث أن العضلات حينما تكون مشدودة فهي تحاول مساعدة الجسم وتقويته حتى يستطيع المواجهة والتغلب على المواقف الذي يظن فيها خطورة. مشكلة الجلد والأظافر: قد يسبب هرمون الضغط إذا ما وصل إلى ذروة نشاطه الضرر الكبير للجلد، حيث أنه قد يعمل على إخراج كمية من الزيوت خارج الجسم، وهو ما قد يسبب الكثير من الأضرار. فالضغط الذي ينتج عنه ظهور حب الشباب منتشر بشكل كبير بين الناس الذين ينعمون ببشرة صحية. ففي عام 2001 قام 27 طالباً بالاشتراك في أحد الأبحاث التي يجربها قسم طب الأمراض الجلدية بهذا الشأن، وقد انتهى البحث إلى أن الجلد يستغرق الكثير من الوقت
حتى يتعافى تماما من تلك الأضرار التي تصيبه نتيجة الضغط الذي يعانيه الشباب في تلك الفترة العمرية. كما أن تلك الخطوط البيضاء التي تظهر على الأظافر تكون بسبب البدء في قضم الأظافر أو القيام بفرك الأصابع باستخدام إظفر إصبع الإبهام. كما أن تشقق الأظافر أو تقصفها بشكل غير طبيعي هو أيضا دليل على أن الجسم يعاني الكثير من الضغط. حلقات حدقة العين. إنه لأمر طبيعي أن تظهر لك الحلقات حول حدقة العين لهؤلاء الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عام، لكن هذه الحلقات إذا ما ظهرت لأحد الأشخاص وهو في سن صغيرة فلا بد عليه من استشارة الطبيب، حيث أن هذا قد يكون نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول وهو ما يزيد من نسبة الإصابة بالأزمات القلبية.